الكليم، بيمتد عظمة في هيكل بالطرف الصدري اللي هي الريديوس اند الما، الريديوس اللي هو الكوعبره والالما اللي هي الزنك. التايبس بتاعتهم دول ايه؟ دي الريديوس عباره عن لونج بون، عظمه مكتمله زي ما حضرتك شايف، انما الالما في الهورس بتبقى ريديوس لونج بون لانها بتنتهي تقريبا في الهاف اوف ذا ريديوس، بتنتهي في نص الريديوس، وموجوده في موجوده في الجهه الخلفيه الخارجيه، يعني في الكود الادرك اسبكت اوف ذا ريديوس دي الالما. فالريديوس اوف ذا الما الطيب بتاعتهم عباره عن لونج بون، سواء الريديوس لونج بون مكتمله او الالما عباره عن ريديوس لونج بون. وهنشوف كمان الالما هنلاقيها مكتمله في الاوكس، عظمه طويله كامله لحد النهايه. ده بالنسبه لي الطيب بتاعتها موجوده فين؟ موجوده ما بين الهيومرس وما بين الكاربال بون، موجوده ما بين الالبو جوينت اللي هو المفصل اللي المرفق اللي ما بين الهيومرس والريديوس الالما، وما بين بروكسيمال رو اوف ذا كاربال بون، الصف العلوي من الكاربال بون عند مفصل بنسميه راديو كاربال جوينت، ده اول مفصل بيسموه راديو كاربال جوينت، ده البوزيشن بتاعتها. الدايركشن بتاعتها اتجاه زي ما حضرتك شايف كده فيرتيكال، عموديه في الوضعيه بتاعتها، ده البوزيشن بتاعتها والدايركشن بتاعها. ده الريديوس والالما في الاوكس، الريديوس هو عظمه طويله او طول طويله مكتمله لونج بون، والالما كمان لونج بون بتنتهي لها بروكسيمال اكستريمتي وبودي وديستال اكستريمتي، الديستال اكستريمتي بتاعتها كامله لحد نهايتها تكون ما يسمى باللاترال ستايلويد بورسيس، لاترال ستايلويد بورسيس. فعندنا الالما دي كانت في الهورس ايه؟ حد يسالني كانت هي لونج بون ولا ايه؟ لا كانت ريديوس لونج بون، يعني عظمه طوليه مختزله، انما في الاوكس والشيب والدوك عظمه طوليه. في الاوكس والشيب ملتحمه برضه مع الريديوس دي الالما، انما في الهورس كانت ملتحمه التحام كامل وريديوس للحد ونص، في الدوك بتقدر تعمل لهم سيبريشن، مع الغاليه في عظمه الدوس تلاقي الريديوس لوحده والالما ليه لوحدها. هنتكلم عن عظمة الريديوس اند الما. الريديوس هي عبارة عن لونج بون، لونج بون تكون لنا من ايه؟ من بودي او شافت، بروكسيمال اكستريميتي، ديستال اكستريميتي. البودي او شافت بيبقى فلاتند اور بريزد كرينيو كودالي، بيتكون من تو سيرفيسز اند تو بوردر. التو سيرفيس اللي ده الكرينيال سيرفيس، كرينيال سيرفيس. الكرينيال سيرفيس بيبقى سموث، بيبقى راوندد فروم سايد تو سايد، وبيكون كونفكس، بيكون سلايتلي كونفكس. الكودال سيرفيس، الكودال سيرفيس بنعرفه ان بيكون عليه عظمه الالما، والمفروض ان هو بيكون سموث وبيكون سلايتلي كونكيف، سلايتلي كونكيف. بيبقى موجود عليه، بيحصل فيوجن ما بين الريديوس والالما على البروكسيمال بارت اوف البودال سيرفيس، بيكون لنا حاجة اسمها الانتر اوسيس سبيس، انتر اوسيس سبيس. بعد كده هنتكلم عن البوردرز. قلنا فيه ده اللي هو ناحية الالنا، ده بنقول عليه towards الالنا اللي هو اللاترال بوردر، والتاني قصده ده الميديال بوردر، ده الميديال بوردر وده اللاترال بوردر. ادي اللاترال بوردر وادي الميديال بوردر، من هنا عشان نبقى واضحين اكتر، ده الميديال بوردر وده اللاترال بوردر. الميديال بوردر ده لما يكون تشريح الحيوان بيكون لارجلي سبكوتينيوس، اللاترال بوردر بيكون توورد ذا ان. بعد كده هنتكلم عن البروكسيمال اكستريميتي. البروكسيمال اكستريميتي، البروكسيمال اكستريميتي بيبقى فيها الهيومرال ارتيكولار سيرفيس، هيومرال ارتيكولار سيرفيس. الهيومرال ارتيكولار سيرفيس بيكون لنا من تو كولونويد كافيتي بتوين ذم ساجيتال كريست او ساجيتال ريدج، تو كولونويد كافيتي ساجيتال ريدج، ساجيتال ريدج اكستندد كرانيالي باي برومينانت ليب، برومينانت ليب. الميديال on the medial side of the cranial surface at proximal extremity في عندنا بيان اسمه الراديال تيوبريستي، راديال تيوبريستي for attachment of the biceps brachii muscle، ده اسمه الميديال تيوبريستي، ميديال تيوبريستي.
continuous with the radial tuberosity, medial tuberosity for attachment of short ligament of the elbow joint. Short ligament of the elbow joint. على lateral على lateral part of the proximal extremity في lateral tuberosity. Lateral tuberosity for attachment of the lateral collateral ligament of the elbow joint. بعد كده هنتكلم عن ايه تاني؟ عن الديستال اكستريميتي. الديستال اكستريميتي هي عندنا اللي هو الكاربال ارتيكولار سيرفيس. كاربال ارتيكولار سيرفيس الكاربال ارتيكولار سيرفيس بيكون فيه ثلاثه فاسيت. في عندنا اللي هو ناحيه الميديال اسمها راديال فاسيت، واللي هي اللي في النص الانترميديت فاسيت for articulation with intermediate carpal bone. اللي على lateral في اللي هي lateral facet for articulation with the ulnar carpal bone. يبقى اول حاجة دي اللي هي الميديال facet for articulation with the radial carpal bone. Medial facet for articulation with the medial intermediate carpal bone. For the lateral facet for articulation with the ulnar carpal bone. عندنا في اللي هو on the cranial surface of the distal extremity three extensor groove. Middle we lateral ومedial. الميدل اكستنسور جروف فور اكستنسور كارباي رادياليس. فور باسج اوف اكستنسور كارباي رادياليس ميدل اكستنسور جروف. لاترال اكستنسور جروف فور الكومون ديجيتال اكستنسور تندون. الباسج اوف الكومون ديجيتال اكستنسور تندون. الميديال اكستنسور جروف. ميديال اكستنسور جروف فور باسج اوف الاكستنسور كارباي اوبليكس. Passage of the extensor carpi obliquus. The caudal surface of the distal extremity or the caudal aspect of the distal extremity presence of transverse ridge. Transverse ridge below it presence of three depressions for muscle attachment. Three depressions for muscle attachment. بعد كده في عندنا عظمة. كده خلصنا عظمة الريديوس. عظمة الألنا مفروض ان هي الطيب بتاعها هي عبارة عن reduced long bone. هنتكلم عن عظمة الألنا هي عبارة عن الطيب بتاعها هي reduced long bone موجودة على الكودال surface of radius. بيكون لنا من proximal extremity body او shaft و distal extremity بيحصل لها تعتبر two point end. هي عبارة العظمة بتبقى three sided has three surface and three border. البودي بيتكون مننا من three consists of three surface. lateral surface, medial surface and cranial surface. Lateral surface becomes slightly straight. The medial surface becomes slightly concave. The cranial surface faces to the caudal surface of radius and form interosseous space. Three border. عندنا ال caudal border بيكون slightly concave. في عندنا ال lateral border والmedial border بيكون thin and sharp. Thin and sharp. The proximal extremity extended proximally. Extended proximally has lateral surface, medial surface. Lateral surface بيكون convex والmedial surface بيكون concave. يبقى ده اللاترال سيرفيس كونفكس ميديال سيرفيس كونكيف. بعد كده البروكسيمال اكستريميتي اكستندد بروكسيمالي اند فورميشن اوف البروك الاولوكرانون تيوبريستي.
free end of the proximal extremity called olecranon tuberosity. The olecranon tuberosity for attachment of the triceps brachii, three عضلات. Triceps brachii, we tensor fascia antebrachii, and anconeus muscle. الأولوكرانين تيوبريستي الأولوكرانين تيوبريستي extended cranially by anconial process anconial process anconial process below anconial process trochlear notch for articulation with trochlea of الهيومرس comparative between the radius of different animal. الهورس أول نقطة في الكمباراتيف الفيوجن between a radius and animal. الكمباراتيف ما بين الهورس والأوكس. الفيوجن ما بين radius and animal بيحصل في الهورس في الأوكس. الاكستنشن of the animal on the radius في الهورس reach to the middle of the caudal surface. الميدل اوف الكودال سيرفيس في عظمة الاوكس ريتش تو الفيوجن بيوكير كومبليتلي ريتش تو التروكليا بتوصل لحد التروكليا في بعد كده هنتكلم عن الاولوكرانون تيوبريستي الاولوكرانون تيوبريستي في الهورس بيبقى single في الأوكس divided into cranial part و caudal part يبقى في الهورس single الأوكس cranial part caudal part ده بالنسبة للcomparative ما بين الهورس والأوكس ما بين الشيب والدوب الفيوجن ما بين الريديوس and ulna بيحصل فيه الشيب مش بيحصل في الدوج دي الدوج بيبقى separated وفي الكاد بتبقى separated يبقى في الشيب complete fusion fusion ما بين الشيب في الريديوس والأنا الدوج بتبقى separated والكاد separated طبعا دي أول اختلاف التاني حاجة طبعا الكمبليشن اوف الانا بتوصل لحد بتبقى كمبليت في الشيب وفي الدوج وفي الكات في الشيب بتبقى فيها كرينيال وكودل يبقى الشيب بيبقى ديفايد انتو الكرانون تيوبريستي ديفايد انتو كرينيال وكودل في الدوج طبعا بيبقى سيباريشن فنعرف كل واحدة لوحدها نفرق ما بين الدوج والكات اول حاجة عظمة الريديوس بتبقى البروكسيمال اكستريميتي اصغر من الديستال اكستريميتي smaller than the distal extremity البروكسيمال اكستريميتي بيبقى عليها rough area for على ده الكرانيال سيرفيس بيكون smooth وكونكيف convex smooth and convex كرانيال سيرفيس الكودال سيرفيس بيكون كونكيف بيبقى على الكودال سيرفيس في rough area for articulation with the ulna rough area for articulation with the ulna أو facet for articulation with the ulna عندنا neutron foramen موجود على الكودال سيرفيس neutron foramen الديستال extremity في عندنا في facet for articulation with the ulna عظمة الألنا بقى الأولوكرانون تيوبريستي divided into three parts الكرينيال part والكودال part الكرينيال divided into medial ولاترال medial part ولاترال part medial part ولاترال part الكونفكس ده اللي هو اللاترال والكونكيف ده اللي هو الميديال بالنسبة لعظمة الدوج المفروض المختلف
في الدج وال في بيان زياده في الدج وال الدج والكات اسمه الانر نوتش. الانر نوتش ما بين حاجه اسمها التو كرونويد بروسيس، كرونويد بروسيس ميديال كرونويد بروسيس ولاترال كرونويد بروسيس، ده الانر نوتش. دي طبعا التروكليار نوتش ودي الكرونويد الانكونيال بروسيس. انكونيال بروسيس مختلف في الدب والكات ان هو بيكون هوك شيب، هوك شيب برضو بالنسبة لعظمة الكات دي اللي هي الانر نوتش. الهوك شيب اللي هو الانكونيال بروسيس ودي اللي هي التروكليار نوتش. المفروض ان احنا برضو بنعرف ان عظمة الانا هي اكبر من عظمة الريديوس في الدوج والكات. الدوج والكات الانا larger than الريديوس. نعرف العظمة يمين ولا شمال. الكرانيال سيرفيس قدام والكودال سيرفيس لورا، وادي اللاترال سيرفيس اللاترال بوردر والميديال بوردر. كرينيال سيرفيس بنخليه ناحيه قدام، وادي الكرينيال الكودال سيرفيس لورا اللي عليه القنا، الميديال اللاترال بوردر والميديال بوردر. نشوف الشروط متحققه في ايدنا بالظبط الايه الشمال في العظمه شمال. هنا العظمه دي ادي الكرينيال سيرفيس، ادي الكودال سيرفيس، اللاترال بوردر، ميديال بوردر. فدي كده في ايدنا اليمين يبقى العظمه يمين، دي شمال دي يمين. بالنسبه للشيب ادي كرانيال سيرفيس، الكودال سيرفيس، اللاترال بوردر، الميديال بوردر. العظمه دي في شمال. عظمه الراديوس لوحدها ده الكرينيال سيرفيس، ده الكودال سيرفيس اللي عليه الفاسيت فور ارتكوليشن ويز الريديوس، ده اللي هو بنبص تحت على الميديال ستايلويد بروسيس، ميديال ستايلويد بروسيس، وده الفاسيت فور ارتكوليشن ويز الانا. الفاسيت فور ارتكوليشن ويز الانا بتكون ناحيه اللاترال، فده اللاترال بوردر، ده الميديال بوردر. فكده العظمه ادي لاترال بوردر، ميديال بوردر، العظمه كده شمال. بالنسبه لعظمه القنه برضو هنشوف في الدوج نفس الحكايه، ادي كرينيال سيرفيس، كودال سيرفيس، ده الميديال، ده الميديال بوردر، وده اللاترال بوردر، ودي الفاسيت فور ارتكوليشن وذ القنه. فالعظمه كده ماسكينها في ايدنا اليمين يبقى العظمه يمين. بعد كده بالنسبه لعظمه القنه طبعا ادي الاوكرانون تيوبريستي اللي هو في البروكسيمال اكستريميتي بيبقى لفوق، بيكون ناحيه كرينيال، ده كده كرينيال اللي هو الكرينيال سيرفيس، ده اللي هو الميديال سيرفيس لاترال سيرفيس. الميديال سيرفيس لاترال سيرفيس كرينيال سيرفيس، كده العظمه دي شمال، العظمه شمال. بالنسبه لهنا ده الكرينيال سيرفيس، ده اللي هو الكونكيف، ده اللي هو الميديال سيرفيس، ده اللاترال سيرفيس. فالعظمه كده يمين. وشكرا.